طريقه استعمال الزيوت ان احنا طبعا ما تجيبيش الزيت كده وتقومي واخداه بايدك وحطيه على شعرك، لازم تغسلي شعر ايدك كويس الاول على اساس ان ما يحصلش تلوث للشعر. تاني حاجه المفروض يعني بعد الاستحمام نحط الزيت بطريقه تدليك، ندلك بيه زي مساج كده لفروه الراس. الزيت ما بتحطش على الشعر كده وخلاص، لا، اهم حاجه يوصل للفروه عشان يغذي بصيلات الشعر. فاي نوع زيت هتستعمليه المفروض تدلكي تعملي مساج كده لفروه الراس. طيب للناس اللي شعرهم اصلا دهني، لا، الدهني ده المفروض الزيت مره واحده بس في الاسبوع مش اكتر. مره واحده والمفروض ربع ساعه بس وتشطف، ما يقعدش بقى. مش هنقول لهم بقى يعملوا حمام زيت او يسيبوا الزيت طول الليل لغايه الصبح، لا، الشعر الدهني المفروض ربع ساعه ومره واحده في الاسبوع بالظبط. بس هو مهم برضو ليهم، بس مره واحده اسبوعيا وربع ساعه وتشطف.